بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. أنا كنوب على تجار ديال واحد القصارية اللي في السطات اللي تابعة للخيرية الإسلامية. هاد القصارية هادي اللي في الملكية ديال الخيرية الإسلامية في السطات، تعرضنا لواحد محاولة استيلاء على هاد العقار من طرف واحد المافيا دولية اللي كتنشط بين أوروبا والمغرب، للأبطال ديالها العقل المدبر ديالها في اوروبا هو واحد الشخص خاء وواحد الموثق وواحد جينيالوجيس. هاد الاشخاص هادو اللي حاولوا يستوليو على هاد العقار هذا، وكاينين اشخاص كينشطوه هنا في المغرب. كانت عندنا شكايه في 2017، هاد الشكايه هادي اللي كانت دارتها الخيريه الاسلاميه ضد اشخاص محاولتهم استيلاء على هاد العقار، صدر في حقنا حكم طرد محتل ومن يقوم مقامه في 2021. تفاجئنا بهذا الحكم هذا، بدينا كنبحثوا، لقينا بان هذه الشكايه هذه ما تفعلتش. درنا واحد الشكايه رئاسه النيابه العامه، واذا بنا كنتفاجئوا الناس هذو تقدموا في حاله صراح وكفالات ديال 20 مليون ديال ربعه الاشخاص، والشخص الخامس 3 المليون. وفي حاله صراح هاد الناس هادو كانوا زوروا 5 العقود في يوم واحد. هاد العقود هادو كيقول لك وبالحضور يبيع الطرف الاول، هاد العقد المدون دونه واحد المحامي، هاد المحامي كيقول لك وبالحضور يبيع الطرف الاول المسمى حائط الشخص هذا اللي لم يكن متواجدا بارض الوطن اثناء المصادقه على العقود، وكيقول لك وبالحضور، واللي دار ليه التوقيع ديالو واحد الشخص اللي غير مذكور في العقود تماما، وكاين جوج وعدي البيع وعقد بيع، وهاد جوج وعدي البيع وعقد البيع اللي تمت المصادقه عليهم في يوم واحد، وتا هما ما كانش هذا الشخص موجود حسب تنقيط هويته الممسوكه لدى المديريه العامه للامن الوطني. واللي مسيني في بلاصه هذاك السيد واحد الشخص كطرف بائع وكطرف مشتري، سينالي في بلاصتو ونفس السنيه ديال داك الشخص اللي ما كاينش هنايا. العقود راه مزوره على حساب الاستنتاجات ديال الفرقه الوطنيه، مزوره هاد العقود في يوم واحد، والفرقه الوطنيه كتقول في الخلاصه ديالها: وعليه فان هذه الجرائم ثابته في حق السالف الذكر والتي ادرت عليه مبالغ بالغه الاهميه، قاموا بخيانه النسيج الاقتصادي المشروع وبدون موجب حق مما يفيد انخراطهم في جريمه غسل الاموال. جينا عاوتاني لرئاسه النيابه العامه واستشرت مع محكمة ديال جرائم الأموال، وإذا بين واحد 10 أيام تم عقل الممتلكات ديال الأشخاص التي أحصتها الفرقة الوطنية في 90 عقار حسب جواب محافظ على الأملاك العقارية هذه اللي تيتر بعدد ديال جوج الأخوين، وعقارات راه بالملايير عدد باش داكشي اللي ماشي تيتر. حنا جينا اليوم لأننا اكتشفنا أمر خطير والأخطر في هذا الشيء كلشي، وهو أن وجدنا امر صادر عن رئيس محكمة الابتدائية بمدينة سطات. هذا الامر هذا بناء على دعوة على مقال رامي للاستحقاق ضد شخصية وهمية، مع العلم ان هذا المحامي هذا يستغل الشقة على وجه الكراء من طرف الجمعية من طرف الخيرية الإسلامية، ودار شخصية وهمية. وهذه الدعوة هذا الغريب والاشد خطورة والاغرب في هذا هو ان هذه الدعوة ما تسجلتش في المحكمة وما دارش لها رقم وما لقيناهاش، وعندنا اشهاد ضبطي بان الدعوه ما دارتش وما كايناش، وشكينا حتى في الخاتم اللي كان دار اثناء الاداء على هذه الدعوه هذه. وحنا دابا ان شاء الله دابا جينا للرئاسه، غادي نمشيو دابا لرئاسه النيابه العامه لوضع الشكايه الى السيد رئيس النيابه العامه السي عبد النباوي، وغادي نمشيو عند السيد رئيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، وغادي نوضعوا لهم هاد الشكايات. وحنا جينا لمدينه الرباط هنا باش المسؤولين كلهم يكونوا على علم بهذا الملف، لانه كيتعتبر من اكبر الملفات اللي كاينين في المغرب، لان هاد المافيا كتنشط بين اوروبا والمغرب. وعندنا اوديو ديال ذاك الموثق اللي كان كيدير لهم الفرنسي اللي كان كيدير لهم العقود، اللي وفانا باخبار اللي خطيره وخطيره جدا، وهو ان في يوم واحد وصفقة وحده كانت 20 مليار. وهاد الاوديو راه بين ايدي رئاسه النيابه العامه وبين ايدي رئاسه السلطه القضائيه، وجينا اليوم حنايا باش نوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين، وبالاخص السي عبد النباوي والسي الداكي، نظرا للثقه التي خصهم بها صاحب الجلاله نصره الله. وكنطلبوا بتطبيق العداله وبتطبيق القانون في حق هاد الناس، لانهم كيدعيو فوق انهم فوق القانون، وعندهم كثير من الشكايات بالمحاكم ديال السطات.
وهاد الناس هادو اللي كيدعيو انهم فوق القانون. هذا محل في قصريه اوزون بقصريه القصبه الخيريه الاسلاميه في سطات. هذا شريتي ولا ديالك؟ شريته بمالي الخاص. شحال الثمن خديتي انا؟ واش غنقول لك خدينا هذاك الوقت في 6 مليون 2002 الكراء 10,000 في الشهر 700 درهم. كيفاش تخلصوا هاد الكراء؟ الاسلام الخيريه الاسلاميه. هاد الخيريه الاسلاميه تأزمات دابا. الناس النزلاء ديالها قد 60 من 120. شكون جا بغا ياخذوا؟ بغا ياخذوا هادو اللي هما كيتراموا على مافيا. هاد المافيا ديال العقار هما اللي بغا ياخذوه. بغا ياخذ لينا حقنا في هاد الناس. ما ظلمناهمش، هما ظلمونا. دعيناهم لله، محنونا وقفونا، ولكن الله معانا ونصرنا عليهم ومازال يزيد نصرنا عليهم ان شاء الله. ما هاد الحانوت راه ما دركتوش هكاك بالسهل، غادرت عليه المغرب. انا خدمت هنا في الرباط الداخليه في ايام ادريس البصري، وما كتعير مؤقتة، وخرجت ومشيت وغادرت، مشيت ليبيا وضربت عليه الجفاف هذا الحانوت. تمحنت عليه جبته من على كتافي من على جبيني، ماشي جبته بالسهل. وهاد الناس بغا يديو لي حقي ويديو حق هاد الناس كاملين. الله معانا، الله ينصرنا وينصفنا. دعيناهم لله، الله ياخذ فيهم الحق. والله معنا وصاحب الجلالة والأسرة الملكية بكاملها. اليوم حنا جينا من سطات تشار قصارية القصبة أوزوم إلى مدينة الرباط باش نوصلوا صوتنا وكل شيء يسمعوا وتوصل للمسؤولين. وبهذه المناسبة حنا كنوجهوا رسالة إلى سيدنا المنصور بالله أمير المؤمنين ملك البلاد محمد السادس حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أداء واجب الولاء والإخلاص وفروض الطاعة، نحن سيدي أعزكم الله، نحن رعاياكم الأوفياء تجار قصارية القصبة أوزوم بمدينة سطات التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة سطات. لقد تعرضنا لظلم كبير وللسطو على عقاراتنا وممتلكاتنا وأرزاقنا. سيدي أعزكم الله، جنودكم الأوفياء من الفرقة الوطنية بالدار البيضاء بحثوا في قضيتنا منذ 2017 وأعدوا تقريرا كبيرا وخطيرا ودقيقا، وكانت استنتاجته نقتبس منها هذه الخاتمة. إن الجرائم الثابتة في حق المتورطين سالف الذكر أدرت عليهم أموالا بالغة الأهمية ضخوها في النسيج الاقتصادي الوطني المشروع بدون موجب حق ليطفوا عليه طابع الشرعية مما يدخلهم في جريمة غسيل الأموال انتهى. سيدي أعزكم الله، اليوم نلجأ إليكم لأننا نثق في عدالتكم، ولأننا كذلك سيدي أعزكم الله نطمع في تعليماتكم السامية والمطاعة من أجل فتح تحقيق في قضيتنا ونصرتنا. سيدي أعزكم الله وحفظكم الله، وحفظ ولي عهدكم الأمير جليل مولاي الحسن، وحفظ الله سندكم الأمير مولى الرشيد، وحفظ الله كافة الأسرة الكريمة، وحفظ الله مملكتنا. احنا تجار القصارية أوزوم بمدينة سطات التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية. حنا التواجد ديالنا في هاد القصرية، حنا شارين الأصول التجارية، شارين الأصول التجارية. في الأول كانت بمبالغ هزيلة، ولكن فاش شرينا حنا في الأواخر كاين الناس اللي واخدها دابا ب 50 مليون باش واخدها هاد الأصل التجاري. الأصل التجاري حنا كنأديو السومة الكرائية كنأديوها للجمعية الخيرية، كيستافدوا منها اليتامى والعزازة إلى ما ذلك. بالإضافة لهذا حنايا شاري العقود التجارية وكنأدي واجب، وفاش شرينا حنا العقود التجارية راه وقعنا في لدى السلطات المغربية، ماشي حنا لحقنا ودخلنا هنايا. حنا كيفاش وقع دابا في هادشي؟ حنا دابا الأصل ديال العقار لا زال في اسم أجنبي، والأجنبي قبل ما يمشي منه من المغرب أعطى حق انتفاع للجمعية الخيرية الإسلامية. الخيرية الإسلامية أشنو دارت؟ في عهد ملي بغات تبني كان ديك الساعة تصفيف الشارع بامر من السلطات من عامل المدينه انذاك، قال لي بغا تبنيو هنا وغادي تستافد منه الجمعيه الخيريه ويستافدوا منه الناس. هما داروا مركب تجاري لتحت وداروا الشقات الفوق فيها 31 دكان و16 مكتب. هادشي كلشي كيأدي السوم الكرائيه كيأديها الجمعيه الخيريه بمدينه سطات، وحنا حنا من ضمن هاد الناس. حنا دابا الان هادو مشاو قلبوا على وراثه وشوف كيفاش جاروا ليهم، وجاو قالوا لك خاصك تخرج
وحكمت علينا محكمة ابتدائية أولا بالإفراغ وما حاصلين بالتزوير، والفرقة الوطنية مثبتة هذا الشيء بأن هادو راه عندهم تزويرات في هذا الشيء. والدليل على ذلك أن لدينا عقود، عقود ديال البيع ديال هاد العقار اللي متواجدين فيهم حنا. شرطة الحدود كتقول لك بأن هذا السيد اللي هو البائع راه لم يكن متواجدا، مازال عندنا دعوات، عندنا انا نقول دعوات اللي عندنا، عندنا الدعوات، عندنا 1102 على 2002 على احنا دابا حابسين وكان غنخلصوا لهم الكره، حنا مدير معاهم نخلصوا الكره حتى هما معنا في نفس الواجهه. حنا دابا عندنا ملف تحقيق، ملف تحقيق اللي انبثق على الملف تاع الفرقه الوطنيه اللي هو 102 على 2021، وعندنا ملف تحقيق ديال اللي هو شكايه مباشره محكمه استئناف، درنا شكايه مباشره اللي هي قصه على 2022، وعندنا الملفين المدنيين اللي هما 125 على 1402 على 2022، وعندنا شي ملف الاخر اللي هو حتى جوج عقارات هذو اللي هو 135 على 1402 على 2000. الوضعيه الحاليه حنا دابا متواجد، حنا الان في اطار الدعوه دائما معاهم في الدعوه، ولكن الاقتصاد حنا دابا كلشي الى درجه ان اشخاص اشخاص ولا في مدينه الصطات ولاو كيسمعوا بان هذه القصريه راه اصبحت مغلقه. المطالب ديالنا حنا حاجه وحده، المطالب ديالنا هو تحقيق العداله، العداله ولا غير العداله. لا نطالب بشيء، عندنا شي حق مرحبا يعطيه لينا، ما عندناش يجي وياخذوه ما عندناش اشكال، لكن ماشي من حقنا، ماشي من حقنا، ما كاينش. حنا نطالب بتطبيق العداله كما امر بها عاهل البلاد نصره الله. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.